أهلا ومرحبا بكم في الدورة التدريبية الجديدة لشرح برنامج سيلز أب، برنامج المحاسبة والمبيعات وإدارة المخزون من شركة فاتوس. فلنبدأ. الخزائن وبطاقات المدفوعات والبنوك. الأمور والتعاملات المالية أهم شيء في المؤسسات التجارية، كما أنه أصبح إمكانية تعدد طرق الدفع ووسائله ضرورياً جداً لهذه المؤسسات. لذلك من جانبنا قمنا بدعم الدفع بواسطة بطاقة المدفوعات وأيضاً البنوك بجانب الدفع النقدي للخزينة. إليك عزيزي المتابع شرح وافي للخزائن وبطاقات المدفوعات والبنوك. من القائمة الرئيسية اختر الحسابات، ثم اختر الخزائن وطرق الدفع، ومنها الخزائن. بشكل افتراضي وتلقائي قام النظام أثناء تثبيته بإنشاء الخزينة الأساسية ولإنشاء خزينة أخرى للمؤسسة، أدخل البيانات الأساسية كالتالي: كود الخزينة، اسم الخزينة، الفرع التابع له الخزينة، الحالة نشط تعني الخزينة فعالة، ثم البيانات الأخرى، الرصيد. يتم إضافة الرصيد بقيد إيراد، وذلك من نافذة الإيرادات كما تم شرحه من قبل، كما أن رصيد الخزينة يقل أو يزيد كلما أجريت عملية تؤثر على هذه الخزينة، مثل المشتريات النقدية أو المبيعات النقدية أو سندات القبض والصرف أو تحويل الأموال بين الخزائن والصناديق المالية وغيرها. المحاسب، وهو المسؤول عن حسابات هذه الخزينة. ثم الملحوظات، بعد الانتهاء من ملء كافة البيانات اضغط على زر حفظ. بنفس الطريقة المعتادة يمكنك تعديل الخزينة بالضغط على زر تعديل، ثم عدل البيانات واضغط على حفظ، كما يمكنك حذفها بالضغط على زر حذف. ملحوظة، لا يمكنك حذف الخزينة الأساسية، لكنك تستطيع تغيير بياناتها، كما أنه لا يمكن حذف خزينة مستخدمة. بنفس الطريقة يمكنك إنشاء بنك. من القائمة الرئيسية اختر الحسابات، ثم اختر الخزائن وطرق الدفع، ومنها البنوك. بشكل افتراضي وتلقائي قام النظام أثناء تثبيته بإنشاء بنك تجريبي ولإنشاء بنك آخر، أدخل البيانات الأساسية كالتالي: رقم الحساب، تاريخ إنشاء الحساب، الاسم، الحالة نشط يعني البنك فعال، الهاتف والعنوان، الرصيد. يتم إضافة الرصيد بقيد إيراد، وذلك من نافذة الإيرادات أيضا، كما أن رصيد البنك يقل أو يزيد كلما أجريت عملية تؤثر عليه، مثل المشتريات المدفوعة بنكيا أو المبيعات المدفوعة بنكيا أو سندات القبض والصرف المدفوعة بنكيا وغيرها من العمليات الأخرى. بعد الانتهاء من ملء كافة البيانات اضغط على زر حفظ. بنفس الطريقة المعتادة يمكنك تعديل السجل بالضغط على زر تعديل، ثم عدل البيانات واضغط على حفظ، كما يمكنك حذف السجل بالضغط على زر حذف. ملحوظة، لا يمكن حذف سجلات مستخدمة. نفس الخطوات أيضا سنتبعها لإنشاء بطاقة الدفع. من القائمة الرئيسية اختر الحسابات، ثم اختر الخزائن وطرق الدفع، ومنها بطاقات الدفع. بشكل افتراضي قام النظام أثناء تثبيته بإنشاء فيزا أساسية ولإنشاء بطاقة أخرى، أدخل البيانات الأساسية كالتالي: اسم البطاقة، البنك التابعة له، الحالة نشط يعني البطاقة فعالة، افتراضية اختر نعم إذا كنت ترغب استخدامها بشكل تلقائي في الفواتير عند الضغط على زر حفظ ودفع ببطاقة مدفوعات، نسبة التحويل، عمولة البنك على كل عملية، الرصيد. يتم إضافة الرصيد بقيد إيراد، وذلك من نافذة الإيرادات أيضا، كما أن رصيد البطاقة يقل أو يزيد كلما أجريت عملية تؤثر عليها، مثل المشتريات أو المبيعات أو سندات القبض والصرف المدفوعة ببطاقة مدفوعات وغيرها من العمليات الأخرى. بعد الانتهاء من ملء كافة البيانات اضغط على زر حفظ. بنفس الطريقة المعتادة يمكنك تعديل السجل بالضغط على زر تعديل، ثم عدل البيانات واضغط على حفظ، كما يمكنك حذف السجل بالضغط على زر حذف. ملحوظة،
لا يمكن حذف سجلات مستخدمة. نشكركم ونرحب باستفساراتكم ومقترحاتكم. لمزيد من المعلومات اضغط على أيقونة المساعدة أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني www.vatos.com.